جوجل يحتفل بالذكرى 1038 لميلاد أمير الأطباء ابن سينا. احتفل محرك البحث الأشهر عالميا جوجل بالذكرى 1038 لميلاد ابن سينا باعتباره أحد أبرز رموز شهر أغسطس. وابن سينا اسمه بالكامل هو علي الحسين ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن سينا، وهو عالم وطبيب مسلم من بخاري. اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما، وولد في قرية أفشنة بالقرب من بخاري في أوزبكستان حاليا، من أب من مدينة بلخ في أفغانستان حاليا وأم كروية. ولد ابن سينا يوم 22 أغسطس سنة 370 هجرية، أي سنة 980 ميلادية، وتوفى في همدان في إيران حاليا يوم 21 يونيو سنة 427 هجرية، أي 1037 ميلادية. وعرف باسم الشيخ الرئيس، وسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبو الطب الحديث في العصور الوسطى. وقد ألف 200 كتابا في مواضيع مختلفة، العديد منها يركز على الفلسفة والطب. ويعد ابن سينا من أول من كتب عن الطب في العالم، ولقد انتهج نهج أو أسلوب أبقراط وجالينوس. وأشهر أعماله كتاب القانون في الطب الذي ظل لسبعة قرون متوالية المرجع الرئيسي في علم الطب. وبقي كتابه القانون في الطب العمدة في تعليم هذا الفن حتى أوساط القرن السابع عشر في جامعات أوروبا. كما يعد ابن سينا أول من وصف التهاب السحايا الأولى وصفا صحيحا، ووصف أسباب اليرقان، ووصف أعراض حصل مسانة، وانتبه إلى أثار المعالجة النفسية في الشفاء وكتاب الشفاء. كان والد ابن سينا شخصية ذات منصب في دولة الساسانيين، وأرسله إلى مدرسة بخارى ليدرس هناك جيدا. وكان أخوه ووالدته متأثرا بالإسماعيلية، لكن لم يتبعهما ابن سينا ورحل إلى مدينة بخارى. وهناك التحق ببلاط السلطان نوح ابن منصور الساسانيين الذي أسند إليه متابعة الأعمال المالية للسلطان. وفي بخارى بدأ ابن سينا رحلة تلقي العلوم، حيث حفظ القرآن بأكمله وعمره لم يتجاوز العاشرة. ثم تلقى علوم الفقه والأدب والفلسفة والطب. ويذكر أن ابن سينا درس على يد عالم بخار متخصص برمى الفلسفة والمنطق اسمه أبو عبد الله النائلي، وهو من الفلاسفة. فأحسن إليه والده واستضافه وطلب إليه أن يلقن ابنه شيئا من علومه. فما كان من هذا العالم إلا أن تفرغ لتلميذه وأخذ عليه دروسا من كتاب المدخل إلى علم المنطق المعروف باسم أيساجوجي. وكان النائلي شديد الإعجاب بتلميذه ابن سينا، حين وجده يجيب على الأسئلة المنطقية المحورية إجابات صائبة تكاد لا تخطر على بال معلمه. واستمر ابن سينا مع معلمه إلى أن غادر هذا المعلم بلدة بخارى. وبدأ نبوغ ابن سينا منذ صغره، إذ يحكى أنه قام وهو لم يتجاوز 18 بعلاج السلطان نوح ابن منصور الساسانيين. وكانت هذه هي الفرصة الذهبية التي سمحت لابن سينا بالالتحاق ببلاط السلطان، ووضعت مكتبته الخاصة تحت تصرف ابن سينا. وكان ابن سينا محبا للترحال لطلب العلم، حيث رحل إلى خوارزم وهناك مكث 10 سنوات. ثم تنقل بين البلاد وسافر إلى همدان وهناك مكث 9 سنوات. ثم توفى هناك. واعتبر الفكر الفلسفي لأبي علي ابن سينا امتدان لفكر الفارابي، وقد أخذ عن الفارابي لفلسفة الطبيعية وفلسفة الإلهية، أي تصوره للموجودات وتصوره للوجود، وأخذ منه الأخص نظرية الصدور وطور نظرية النفس. وهو أكثر
معنية به، كما ساق برهان الصديقين الشهير في إثبات وجود الله فيما يدعو مخالفه أنه كان يقود نفس المبادئ التي كان الفارابي من قبل ينادي بها، بأن العالم قديم أزلي وغير مخلوق، وأن الله يعلم الكليات لا الجزئيات، ونفي أن الأجسام تقوم مع الأرواح في يوم القيامة. وتكمن أهمية ابن سينا الفلسفية في نظريته في النفس وأفكارها في فلسفة النفس. ومقدمات ابن سينا في النفس هي مقدمات أرسطية، وتعرف ابن سينا للنفس هو النفس كمال، النفس كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة، أي من جهة ما يتولد، وهذا مبدأ الكون مولودة ويربوه، وهذا مبدأ الكون منمية ويتغذى، وهذا مبدأ الكون الغازية، وذلك كله ما يسميه بنفس النباتية، وهي كمال أول من وجهة ما يدرك الجزئيات وتحرك بالإرادة، وهذا ما يسميه بالنفس الحيوانية، وهي كمال أول من جهة ما يدرك الكليات ويعقب الاختيار الفكري، وهذا ما يسميه النفس الإنسانية.